طيب خلينا بس نتكلم اتحاد في استئناف النشاط. المعلومة اللي عندي ان مفيش نشاط او عودة النشاط صعب. ماليش دعوة، ده انت اللي بتقول. اما انا اللي بقول عودة النشاط صعب. الاقرب لغايه دلوقتي او التفكير رايح ان يبقى في كاس مصر يبقى في اول شهر 8 او اخر شهر 7، يبقى نبتدي يبتدوا بكاس مصر الماتشات الباقيه، وكاس مصر هيكمل يعني زي والكابتن عمرو الجناني كده معايا. مع احترامي فاضل 9 ماتشات او لا فاضل 7 في الكاس كله، 9 ماتشات. 9 ماتشات فامرها سهل. والدوري الجديد يبتدي في نص 8 او 20/8. طب هيكون ايه اللي اتغير قوي في الكورونا في 20/8؟ مش هيكون غير انت خلاص بقى، انت ريحت الانديه دلوقتي، ان الانديه كلها على يعني كله دلوقتي في 24 نادي مش عايزين الدوري يرجع، في 4 انديه عايزين الدوري يرجع. النظر انا قصدي انه يعني على امل ان شاء الله يعني الذروه بتاعتها تبقى في شهر نص 7 تكون يعني وصلنا الحل او تكون خلصت او يكون وصلنا العلاج، فيبقى الموضوع سهل ان انت تستأنف نشاطاتك عادي بعد كده. ما فيش حل خلاص، هتتعامل مع الامر الواقع بقى خلاص دلوقتي ودوري جديد. طب خلينا ناخد كلام سياده الوزير ان 50/50 تمام، وكلام الاستاذ عمرو الجناني انه 50/50، والدكتوره سهر لما كانت عندي انه 50/50. ماذا قدم الدكتور جمال محمد علي؟ تمام، راجل تقدم باقتراح للوزير يعني انه يتم اكتمال الموسم، وانه يصعد الفرق الاربعه من القسم الثاني، يعني اول ثلاثه تمام ومعاهم احسن رابع، وان الموسم اللي جاي يبقى دوري مجموعتين، كل مجموعه 11 فريق 22، تقدر هنا تهبط وتهبط من هنا تبقى ما فيش مشكله بالنسبه لك، وانه الدرجه الادنى كمان يصعد الاوائل على طول ويزود عدد المجموعات شويه ويكمل الدوري العام. ده اقتراح دكتور جمال محمد علي، على الاقل لتحديد بطل واعلان بطل او اكتمال الدرجات الادنى، يعني الدرجات الادنى تكتمل، اذا ما اكتملش الدوري الممتاز يبقى 18 ومعاهم 4 يبقى 22، يبقى ده الدوري الممتاز على مجموعتين الموسم المقبل. وكمان يعني بس ده الثاني، ده انا مش متاكد منه 100%، بس تردد انه قصه الجداره اللي هي بتحدد بطل للمسابقه اذا تم الغاء المسابقه. انا بقول لك كمان من اللي هو اقتراح كويس، بس انت مع احترامي يا كابتن، انت مشكلتك مش في ال 12 وال 18 وال 17 والحاجات دي، انت مشكلتك في الفيروس، مشكلتك في القسم الثاني والثالث هيلعبوا الماتشات ازاي، وهتستخدم الاجراءات اللي هي الطبيه والاحترازيه ازاي. طبعا انت عارف القسم الثالث اللعيبه بتروح بتكتك، يعني اللعيبه بيتجمعوا 5 6 بيروحوا مع بعض بتكتك. طبعا فالاصابات طبعا معرضه في القسم الثاني والثالث. الدوري الممتاز ممكن يستكمل عادي، يعني الانديه تستحمل ويبقى في طبعا اقامه في فنادق معينه وتلعب في ملاعب معينه، والدوري الممتاز هياخد وقت طويل طبعا يعني، بس ممكن تخلصه بدون اصابات ان شاء الله وحاجات من دي. لكن مشكلتك في القسم، انت لو كملت دوري ممتاز لازم تكمل دوري قسم ثاني وثالث، فمشكلتك في القسم الثاني والثالث. ثاني حاجه، انت مع احترامي انت فاضل لك 17 جوله، نعم، هتلعبهم امتى؟ خلينا نروح ل 17 جوله، يعني لحد امتى هنفضل نتدلع والموسم بيبقى عندك ببراح بشكل حلو، وتفضل تسمع لخناق ده ولزعيق ده ولصريخ ده ولصويت ده، وتفضل تاجل وتاجل، وبعدين تخش يعني في وضع زي اللي انت شايفه. كنا يعني طبعا بوجه تحيه طبعا هنا للحاج عامر حسين، طبعا كان بطل، واعتقد ان لو حسام الزناتي كان موجود في المجالس اللي فاتت قبل كده كان الحاج عامر بيحل الماتشات بالحب، بس برضو كان عندنا طبعا كان عندنا طبعا كان في ازمات وكان في مشاكل طبعا، وكان وبالحب طبعا، وفي الاخر والحب برضو والود، وفي الاخر اتحاد الكره طلع هو اللي غلطان، يعني كان بيتم تاجيل ماتشات الاهلي بالحب ومشيت الزمالك بالحب، وفي الاخر طبعا عندي كتير تاني طبعا خلينا في الاهلي والزمالك هم يعني طبعا الاساس، وفي الاخر خالص اللي بيشيل الليله مين؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هو اللي توجه له اللوم، انت اللي بتاجل الماتشات، انت اللي يعني بوظ الدوري، انت رئيس محترما سواء كان عامر او من بعده يعني تمام. بيقدم جدول، انت بقى اللي بتبدا تلعب فيه، ده اللي بيحصل فعلا. فمع انا مع احترامي يعني شايف ان الانسب ان انت دلوقتي يعني تطلع قرار بالغاء مسابقه الدوري وتلعب دوري جديد في نص 8. عندك الموسم الجاي موسم صعب جدا يا كابتن، ما كل موسم صعب، لا بس الموسم الجاي عندك دوري افريقيا في شهر في يناير لو اتلعبت، عندك توقفات في شهر 9 المنتخب اول اجنده دوليه، وفي شهر 9 وشهر 10 واعتقد وفي شهر 11 عندك افريقيا في شهر 1، ده اذا اتلعب. عندك كاس، ما احنا بنتكلم على سنة كل الحاجات دي كلها. عندك كاس عالم عسكريه في شهر 2، شهر 2 كاس عالم عسكريه في شهر 2
عندك دوري ابطال افريقيا الجديد لازم يبتدي عندك دوري ابطال افريقيا اللي لسه متبقيه هيتلعب في شهر 8 و9 وعندك اولمبيات اولمبيات في شهر 7 فهتتوقف قبلها بشهر شهر 6 ام افريقيا هتتلعب في شهر 1 هتتوقف قبلها اقل حاجه بثلاث اسابيع ادي شهر 12 رايح وشهر 1 رايح فعندك حوالي 3 او 4 شهور ما في بعد يقول لك ايه طب ما الدنيا طالما كده مولعه كده والدنيا صعبه ما تكمل بقى الموسم ده براحتك مركز معاك يعني يقول لك ايه بدل ما تلعب 34 اسبوع ما تلعب 17 اسبوع ويبقى كملت موسم ده كلام حد برضو قاله طب 17 اسبوع تفضل تلعب فيهم لغايه شهر 6 اللي جاي يعني انت عندك بقى تلعب ال 17 اسبوع وتلعب الكاس وتلعب الكاس اللي بقى انا بقول لك من الناس اللي بتقول يعني من الحاجات اللي بتتردد يعني طالما انت مزنوق قوي 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 كده انت لغيت انت لغيت قبل كده كابتن مع احترام انت لغيت قبل كده كاس يعني دوري ايام المجزره ولغيت كذا دوري قبل كده انا بقول لك انه بقول لك انت ممكن الدوري اللي جاي كمان باللي انت بتقوله ده كاس افريقيا كاس عالم عسكري والاولمبياد ودوري افريقيا ممكن ما تقدرش تكمل 34 اسبوع طب ما انت تبتدي في شهر 8 وما لكش حجه بقى عندك 8 و9 8 و9 و10 11 وربع 12 ادي خمس شهور مش هتلحق تلعب مش راح تخلص فيهم مثلا نص الدوري او والنبي ما بنلحق نخلص حاجه وحياتك ما بنلحق وحياتك عندي ما بنلحق نخلص حاجه طب خلاص يبقى لان هي القصه هي هي في مش هلعب مش رايح مش نازل مش راجع اللعيبه لسه مسافره اللعيبه لسه وهكذا كل ده هيخلص يا كابتن لما يبقى في لائحه واضحه وصريحه مش لائحه مايعه تعرف تجامل بقى اهلي تجامل بقى زمالك تجامل بقى اسماعيلي الترزيه موجودين ما انا بقول لحضرتك يعني كل ده هيخلص لما يبقى في لائحه لائحه واضحه وصريحه مش بند وتلاقي عكسه بند 70 تلاقي عكسه 140 ولما واحد يصوت يقول لك انت ازاي فتحت الاتحاد عشان تسجل لعيب ثم نفس الواحد ده اللي يطلع يقول لك ده العادي انه يتفتح وانه يتسجل يعني كده ده حاجات انت بتحضرها انت بتشوفها بتتخض ما ده اللي انا طالما انت شغال جمعه اشتغل جمعه واشتغل واعلن للناس ده مفيش مشكله لكن انت تصرخ تقول الاتحاد مقفول يوم الجمعه بس خلاص اوكي فالاتحاد يتفتح ولاعيب يتسجل فتسال ويبقى الموقف بعدين تطلع تشوف حوار تلاقي العكس يا ربي هو انا مجنون ولا انا اللي كان بيتقال قدامي كل ده كل اتحاد الكره متاح للاهلي والزمالك في اي حاجه متاح للاهلي والزمالك في مخالفه اللوائح في اي وقت وفي اي مكان فعشان بقول لك الحل الوحيد لده ان يبقى في لائحه معتمده ولائحه صريحه تتحط كل يوم عليها وكل يوم 70 البند 70 ضد البند 40 ما دخلنا في كارثه برضه ما انت عايز ناس بقى خبره يبقى يعني يجيب ناس يبقى خبره او ناس بتفهم يحطوا لوائح معينه بيبقى عارف ايه اسهل حاجه في الدنيا اللوائح عارف ليه؟ لان اللائحه عباره عن ايه؟ 1 زائد 1 بيساوي كام؟ 2 بس وبعدين انت بيجي لك نموذج ده سهل جدا فيفا. بيجي لك نموذج امشي عليه صح امشي عليه عارف كل حاجه عارف عدويه بيغني بيقول ايه يا حلو قول لي ايه طبعك وانا امشي عليه عارف الاغنيه دي اغنيه جميله العدويه اصل انا من عشاق عدويه والله ما بهزر فهو بيقول لك طب ايه لائحتك وانا امشي عليها فبتيجي بتجيب اثنين ثلاثه بتوع شؤون قانونيه اتفضل لا سيبك بقى من الخبير والترزي والمواصلات والمشاهلات الكلام الفارغ ده والسواقين وبتاع مش موجود نتمنى والله كابتن والله يبقى في لائحه والله العلي العظيم ثلاثه يعني امل ان اللجنه الخماسيه والكابتن عمرو الجنايني تحديدا والناس دي وكانوا ماشيين كويس هما ماشيين كويس يعني والله العظيم كانوا ماشيين كويس هي جات لهم بس ازمه تاجيل الاهلي والزمالك وبعدين الاهلي والجونه وبعدين طبعا معاها يعني الدنيا للاسف الشديد يحطوا لائحه كويسه ولائحه واضحه وصريحه وان شاء الله